مشاهدينا حنتابع مع أخبار السعودية وحنبدأ مع هذا الخبر. حذرت السعودية مواطنيها من مبتزين دوليين عبر الهاتف، وطلبت المواطنين بعدم الرضوخ لهم لكي لا يتم استدراجهم في فخ عصابات منظمة مهنتها النصب. وطالبت وزارة الخارجية بالحذر من المتصلين الذين يعدون سكان المملكة العربية السعودية بالدخول إلى عالم الثراء بقدرات خارقة. واستنكرت الوزارة في بيان لها ورود اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية من الخارج إلى المواطنين يدعي أصحابها قدرتهم على توظيف أموالهم أو تنمية مدخراتهم، وأن لديهم حلولا سحرية لمشاكلهم وإيصالهم لعالم الثراء، بالإضافة إلى محاولات ابتزازهم بقدرتهم على إيذاء أبنائهم عن طريق السحر والشعوذة. كما حذرت أيضا من تعرض بعض المواطنين في الخارج لمحاولة تلفيق اتهامات لهم أو القيام بتهديدهم، مستغلين عدم معرفتهم بالقوانين أو بسبب مخالفة يسيرة. وطلبت الوزارة في بيانها المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الرضوخ لهذه الأمور. يعني البيان الخاص بوزارة الخارجية بيان مهم، أعتقد على كل أسرة فعلا لما تكون في الخارج وتسمع أي تهديد من أي أحد تتجه لسفارة المملكة العربية السعودية الموجودة في كل مكان حتى تستفسر، أو أنهم يتواصلوا على طريق الموقع الإلكتروني أو على الهاتف حتى يستفسروا. يعني مو أي تهديد يجيهم يخافوا منه. في أوقات بعض الأشخاص بيستغلوهم فبياخذوا جوازات سفرهم، يعني بيتاجروا بوجود السعوديين، عارفين أنه نسبة كبيرة من الشعب السعودي ماديا مرتاحين فبيستغلوا هذا الموضوع. وكمان مهم جدا أنه الشخص ما يسمح لأي أحد بابتزازه لما نجيله مكالمة هاتفية، والله أنت كسبت الجائزة الفلانية بس أعطينا عنوانك عشان نجيب لك الهدية أو الجائزة. الواحد يكون حريص جدا في أنه يعطي أي معلومات شخصية عنه إذا ما كان تأكد من المصدر وعمل مجموعة من يعني التحقيقات حتى يتأكد بنفسه أنه هذا الشخص فعلا جهة موثوقة، مو شخص مزيف بيحاول يوصل لعنوان البيت لسرقته أو لأنه يعمل أي ضرر للشخص اللي اتصل عليه. أما الآن حننتقل إلى خبر آخر بعنوان 10 قضايا اختطاف شهريا في المملكة و131 خلال عام. كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لصحيفة الشرق أن محاكم المملكة شهدت خلال العام الماضي 131 قضية اختطاف بمعدل 10 قضايا شهريا، ووجهت أغلب التهم إلى سعوديين، حيث بلغ عدد المقدمين ووجهت عدد من التهم إلى عدد من السعوديين، وبلغ عدد المقدمين على الاختطاف من السعوديين 103 من الأجانب 28، واحتلت مكة الصدارة بمعدل 42 قضية، تلتها الرياض ب 35 قضية، ثم الشرقية ب 33 قضية، وحازت المدينة المنورة على المرتبة الرابعة بمعدل 10 قضايا، ثم جازان بأربع قضايا، وحائل والباحة بقضيتين لكل منهما. مشكلة الاختطاف يعني هي ما صارت ظاهرة، هي مشكلة موجودة ونتمنى أنها ما تصير ظاهرة، بس الاختطاف لما يكون في شخص اختطف ورجع لأهله زي ما صار في قضية أمان المطيري من كم يوم، مهم أنه يكون في تحقيقات حازمة مع المختطف، مهم يكون في عقوبة رادعة ومنصوص عليها واضحة لكل الناس، ويكون في تعريف بهذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المكتوبة، حتى يعرفوا الناس أنه في عقوبات شديدة. وصار ما في موضوع الاختطاف لما شخص يكون يعني شاكك أنه في أحد جاره مختطف أحد أو أحد من أقربائه مختطف أحد، مباشرة يحاول يستفسر ويبلغ الجهات المختصة، لأنه ساكت عن الحق شيطان أخرس، ولأنه إحنا في النهاية ما نبغى مشكلة زي كده تتفاقم. في عدد من السعوديين كان لهم يد في عمليات الاختطاف، وفي عدد من الأجانب، فما كان في جنسية معينة، لكن كانت الجنسية السعودية أكبر في موضوع الاختطاف. نتمنى السلامة للجميع، وإحنا عندنا العديد من الفقرات وفي مواضيع جدلية جدا، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. سيدتي نت الموقع الأول عربية. سيدتي نت نمبر 1. سيدتي نت الموقع الأحلو برشا. موقع سيدتي نت هو الموقع العربي الأول. نت الموقع النساء الأول. سيدتي نت الموقع النسائي الأول. سيدتي نت الموقع النساء الأول عربية. سيدتي الأولى على طول. We'll be right back.
سيدتي بعد الفاصل. افتتاح أول جامعة أهلية في السعودية لتدريس تخصصات تصميم الأزياء والفاشن.